السلام عليكم تلاميذ سنة أولى متوسط، أتمنى أن تكونوا بخير. جيسبيغ كو فوزالي بيان. نواصل في شرح الصفحة 15 لاباج 15 تكملة للصفحة 14. كنا عندنا نص أسئلة، نكمل مع بعض. جو مونتخين على ليكتور، أتمرن على القراءة. جابروفوندي ما كومبريونسيون، j'approfondis ma compréhension. اتعمق في فهمي. question numéro 1 pourquoi les microbes sont-ils dangereux؟ قالك لماذا الميكروبات هي خطيره؟ la réponse les microbes sont dangereux car ils provoquent des maladies graves. الميكروبات هي خطيره car لان ولا parce que il هنا على لي ميكروب pour éviter la répétition il provoque لانها تسبب provoque le verbe provoquer des maladies graves امراض خطيره او نجي بصيغه اخرى او car ولا parce que il passe d'un objet à une personne هي خطيره لانها تنتقل بسهوله كما راينا في النص من شخص من شيء الى شخص ولا من شخص الى شخص d'une personne à une autre. Donc, je passe. Deuxième question. Alec complète le tableau suivant avec tes pronoms, tes propres mots. عندنا هنا un tableau, جدول. عندنا les questions et les tes réponses. عندنا الأسئلة وأجوبتك. Tes réponses, أجوبتك. Pourquoi se couvrir la bouche quand on tousse? Deuxième question, pourquoi se laver les mains? لماذا نغطي الفم عندما نسعل؟ السؤال الثاني, لماذا نغسل الأيدي؟ إجابة السؤال الأول, pourquoi se couvrir la bouche quand on tousse? لماذا نغطي الفم عندما نسعل؟ tousse. La réponse, se couvrir la bouche quand on tousse pour éviter de rendre les autres malades. قالك نغطي الفم عندما نسعل لتجنب جعل الآخرين مرضى أو ولا pour ne pas contaminer la personne qui se trouve près de nous. لكي لا نعدي pour ne pas contaminer الشخص الذي يكون بجانبنا. Donc هذه هي la réponse. نروح للدوزيام كيستيون. قالك pourquoi se laver les mains؟ لماذا نغسل الايادي؟ car ولا car ولا parce que لان le lavage des mains nous protège des microbes qui causent des maladies. لان غسل الايادي car le lavage des mains يحمينا من الميكروبات التي تسبب الامراض. نو بروتيج تحمينا من الميكروبات كي كوز ولا كي بروفوك. تعرفنا لا بروفوك معناتها تسبب ولا كوز ايضا لها نفس المعنى تسبب امراض. دونك هذه هي لا ريبونس تاع الكيستيون نيميرو 2. خلاص كيستيون نيميرو 3 قال لك روتروف دون لو تيكست لو راديكال دي مو اون غرا. Que remarques-tu? استخرج من النص جذر الكلمات اللي راهي مكتوبه هنا اون كرا، هي مكتوبه بالاسود عليك في النص. عندنا الكلمات اللي راهي مكتوبه اون كرا، عندنا لو توسوتمون اي ليترنيومون، السعال والعطاس، هادو هما دو مون. دونك الإجابة عندنا لي دو مو، عندنا قلنا لو توسوتمون إي ليترنيومون. قالك استخرج الغاديكال، حنا درنا أن تابلو درنا لي مو الغاديكال إي لو سيفيكس. هذا هادو لي دو مو. المرة القادمة نقرا نديرو لهم كاين درس خاص بهم في الفوكابولير وسمو لا نوميناليزاسيون. لا نوميناليزاسيون نتعرفوا عليه المره القادمه ان شاء الله. واش معناتها؟ هنا قالك استخرج لو راديكال. حنا في هذا هادو
عبارة عن اسم، هذه الكلمتين عبارة عن اسم جذر الكلمة ومع إضافة لاحقة، هذه اللاحقة نسموها لو سيفيكس. لو سيفيكس هذا العام تقراو لي سيفيكس عندكم، عندكم او مون وعندكم اج ولا عندكم سيون، تزيدوا سيون تزيدوها في الاخير للفعل لكي يصبح يعطيكم اسم. اذا عندكم لو توسوتمون هم زايدين لكم او مون هي سيفيكس، السيفيكس نلقاوها تاتي بعد الفعل، ولا البريفيكس تاتي في اول الكلمه او اول الفعل. لو توسوتمون عندنا لو راديكال الجذر هو توسوت اي لو سيفيكس هي او مون. ليترنيومون عندكم ايترنو، انا كتبت او مون كامله باردون، عندكم ايترنو هو الجذر وزدنا له قال لك كو رمارك تو، ماذا تلاحظ؟ اون رمارك كو لي دو مو اون لو ميم سيفيكس، كلمتين عندهم نفس السيفيكس اللي هو ام. تري بيان، نروحو للكيستيون نيميرو 4. كيستيون نيميرو 4 قال لك كوش كوش لا بون كاس، نجيب الاجابه الصحيحه. Le lavage des mains est important. قالك غسل الايادي هو مهم. دونك صحيح او خطا؟ vrai ou faux. Très bien, c'est vrai. Les microbes ne passent pas d'une personne à une autre. قالك الميكروبات لا تمر من شخص الى شيء. vrai ou faux. من شخص à une autre. من شخص الى شخص. صحيح او خطا؟ خطا. C'est faux. Les microbes passent d'une personne à une autre. Troisième phrase. Il faut te couvrir la bouche lorsque tu tousses. Donc c'est vrai. Très bien. Louis Pasteur est un chercheur anglais. Vrai ou faux? Très bien, c'est faux. Louis Pasteur est un chercheur français. Donc, un oiseau. J'en parle avec mes camarades. Dans le texte de lecture, l'auteur explique l'importance de se laver les mains. Ce sont des gestes que tu effectues tous les jours. Tous les jours. À quel moment précis le fais-tu et pourquoi? قال لك ما هو الوقت المحدد، لو مومون بريسي، بريسي معناتها المعين ولا المحدد اللي تقوم بهذه الافعال ولماذا اي بوركوا. دونك لا ريبونس الي امبورطون دافوار دون بون هيجين كوربوريل بور بريزيرفي لا سانتي. قال لك من المهم امتلاك او تكون لدينا نظافه جسديه جيده للحفاظ على الصحة ريزيرفي لا سانتي. افون اي ابري شاك روبا قبل وبعد كل وجبة اي اون سورتون دي تواليت وبعد الخروج من المرحاض اعزكم الله جو مو لاف لي ما اغسل الايادي. هنا عطيت لكم امثله وقال لك اعطيني وقت محدد وانت تغسل الايادي. عطينا امثله. او عند غسل الأسنان chaque matin et chaque soir je me brosse les dents. ولا après chaque repas je me brosse les dents. donc هادو أمثلة على غسل الأيادي والأسنان وقتاش نغسلو الأسنان نتاعنا والأيادي نتاعنا. في المرات القادمة نضع وضعية إدماجية إن شاء الله كي نكملو المشروع على غسل الأيادي وغسل الأسنان. وبهذا أعزائي التلاميذ نكون وصلنا لنهاية الفيديو نتاعنا. ما تبخلونيش بإعجاباتكم، ديروا جام الفيديو، الإعجاب بالقناة، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.